تعد الخضروات مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة للجسم وتقوية مناعته. هي مصدر للألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة كفيتامين ألف وفيتامين جيم وهاء والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك وغيرها من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المهمة لمناعة الجسم. تدخل بعض أنواع الخضروات تحت مسمى الأغذية الخارقة، إذ أنه تبين أن بعض منها مهم في تقوية المناعة ويحتوي على مواد خاصة ومركبات قوية في محاربة الجذور الحرة والالتهابات والوقاية من السرطانات وغيرها من الأمراض المزمنة. أحد أشهر الأمثلة عليها البروكلي والطماطم والثوم والسبانخ. كما تعد الخضروات منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، وبالمقابل فهي مصدر عالي بالألياف الغذائية والمياه، ما يستدعي كونها عنصر مهم في برامج الرجيم أو أي نظام غذائي صحي يهدف إلى نزول الوزن. هي تساعد على زيادة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وبالتالي تقلل من حجم الوجبات المتناولة خلال اليوم. وعادة ما ينصح بتناول طبق من سلطة الخضروات قبل الوجبات الرئيسية أو حتى أثناء الوجبات الخفيفة، ذلك للتغلب على الشعور بالجوع ولتخدم الهدف في نزول الوزن أو الحفاظ عليه. وبفضل الألياف الغذائية العالية التي تحتويها الخضروات، هي تعتبر مهمة جدا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والإخراج. تعد مهمة لخلق البيئة المتوازنة للبكتيريا النافعة في الأمعاء وتنظيف السموم في الجسم وتليين البراز. كما تساهم تناول الخضروات في الوقاية من الإمساك، وبالتالي الوقاية من بعض المشكلات الصحية كالبواسير، بالإضافة إلى أنه قد ثبت أن تناول الخضروات الورقية يساهم في الوقاية من سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون. كما تعد الخضروات مصدر لعدد من المعادن المهمة والأساسية في حركة الأمعاء وعملها، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. لذلك إن تناول الخضروات بشكل كافي يعني تعزيز عمل الأمعاء وحركتها. وإن تناول وجبات غنية بالخضروات والفواكه كجزء من النظام الغذائي الصحي الشامل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. إن الخضروات وخصوصا البطاطا الحلوة والفاصوليا والطماطم والبنجر والسبانخ تعد مصدر للبوتاسيوم الذي يعد عنصر مهم لخفض ضغط الدم والسيطرة عليه. كما يعد محتواها العالي من الألياف مساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي خفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض الأوعية الدموية. إن محتوى الخضروات من المعادن المهمة يفيد القلب والعضلات والأوعية الدموية ويساهم في تعزيز صحة القلب والدورة الدموية. هي مصدر للحديد وحمض الفوليك، وهذا هام لعمل كريات الدم الحمراء وتكوينها. وتحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، كلها معادن مهمة في الحفاظ على انتظام دقات القلب والشرايين. وتكمن فوائد الخضروات في محتواها العالي من الألياف، وهذا يجعل لها دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ عليه ضمن المعدلات الطبيعية. إن العديد من الدراسات أثبتت مدى أهمية الخضروات في أنظمة مرض السكر، وقد وجد أن تناول الخضروات يساهم في تقليل نسبة خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني. تم تفسير ذلك إلى كون الخضروات مصدر لعنصر المغنيسيوم والمهم جدا في تنظيم مستويات الجلوكوز في الجسم.